بعدما جاءت الكيماوي التي ارتكبتها الطائرات الحربية صباح هذا اليوم في مدينة خان شيخون، قامت طائرات حربية قبل قليل باستهداف مركز الدفاع المدني في مدينة خان شيخون بعدة غارات جوية، نحو 5 غارات جوية استهدفت هذا المكان، مما أدى لتدمر أجزاء واسعة من المركز وتعطل معظم الآليات المتواجدة فيها، آليات الدفاع المدني، وخروج هذا المركز عن الخدمة بشكل كامل. إذن الطيران الحربي قام باستهداف مركز الدفاع المدني في خان شيخون. الطيران الحربي ما زال يحلق في الأجواء حتى هذه اللحظة، لا نعلم من هو الهدف التالي، حتى يعني فرق الدفاع المدني التي كانت تحاول إنقاذ المصابين بحالات الاختناق، التي كانت تحاول إنقاذ مئات المصابين ونقلهم إلى أماكن آمنة، تم استهداف مركزهم في خان شيخون، مما أدى لخروج هذا المركز عن الخدمة وتعطل معظم الآليات التي كانت متواجدة فيه، حتى أن بعض الجثث للشهداء الذين أصيبوا بالاختناق صباح هذا اليوم تم استهدافهم من جديد بالغارات الحربية، مما أدى لسقوط الأنقاض كلها فوق رؤوسهم. لا أجد عبارات تساعد على وصف المصيبة التي تحصل هنا صباحا بالكيماوي، والآن يتم استهداف مركز الدفاع المدني، مركز القبعات البيضاء الذين يحاولون إنقاذ المدنيين. هي جريمة حرب مضاعفة ترتكب بحق المدنيين، بحق المسعفين، بحق أصحاب القبعات البيضاء. طيران الحرب يحلق حتى هذه اللحظة في الأجواء، لا أجد عبارات تكفي حجم المجزرة التي حصلت. كنا عم نسعف الناس اللي مستشهدي واللي مصوبي، ما حسينا حالنا لشي. عشرة احنا اللي كنا عم نسعف وقعنا بالأرض. انتم ما كنتم بتعرفوا انه هذا غازات سامي او احنا على الضريب بدنا نسعف، احنا عم نسعف الناس بعد ما اسعفنا اللي فيه نصيب، يعني 2 3، ونحن شفنا احنا 6 7 نحن وشباب الدفاع المدني كلياتنا نزلنا بالارض، ما عاد حس ايش صار فينا. سمعتوا موجودين داخل هذا المركز غارات جويه مكثفه، غارات جويه مكثفه يتم تنفيذها مركز الدفاع مباشره، استهدافات مباشره لمركز الدفاع المدني بعد المجزره الصباحيه التي ارتكبت في الكيماوي صباح هذا اليوم في خان شيخون. يتم استهداف فرق الدفاع المدني، مقر الدفاع المدني في خان شيخون بعدة استهدافات مباشرة.